السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. يوجد بعض الأجهزة القديمة التي تستعمل أو يستعمل بها بطاريات نادرة الوجود، يعني إنها قديمة كثيرا ولا يوجد مثل هذه البطاريات في الأسواق، وتحتاج إلى استعمال هذا الجهاز لغرض معين، سواء كان كاميرا مثل ما أملك الآن أو أي جهاز آخر، والبطارية التي توجد به فرغت ولم تجد بطارية مثلها في المحلات والأسواق، فيمكنك شحنها بطريقة يعني بسيطة جدا. فكما ترى هنا الكاميرا التي أمتلكها يعني لا تشتغل، كما ترى أمامك، حتى أحاول إغلاقها و الضغط فلا يوجد بها طاقة. فستطيع شحن هذه البطارية بطريقة يعني سهلة، ليس يعني ضعها في الثلج أو غيره من ذلك، فسنستطيع شحنها باستخدام بطارية أخرى. كما ترى أمامك هذه هي البطارية، فكل ما تحتاجه هو سلكان يعني قصيران، أسلاك يعني كهرباء، قمت باقتصاصهم من منفذ أو سلك USB كما ترى أمامك. هذا هو السلك الذي قمت بقصه منه، يمكنك استعمال اي سلك يعني رقيق لشحن هذه البطاريه. ما تحتاج كذلك هو بطاريه 9 فولت يعني حتى تستطيع يعني سحب الطاقه منها وشحن البطاريه التي تريد شحنها من خلال هذه البطاريه، وايضا شريط لاصق لتثبيت الاسلاك. الان ستاخذ السلك الاول وتقوم بتركيبه في جهه الموجب او السالب في البطاريه 9 فولت، و تثبيت هذا السلك بالشريط اللاصق. إذا نقوم بتركيب السلك الأول هكذا، سنتأكد من تثبيته جيدا. الآن نركب السلك الآخر في جهة الموجب وتركيبه أيضا أو تثبيته بالشريط اللاصق كذلك. الآن نثبت أيضا الجهة السالبة في الجهة السالبة والموجبة في الموجبة كعملية يعني شحن بطارية السيارة عندما يعني تفرغ، فستقوم بشحنها باستخدام بطارية سيارة أخرى وتشغيلها وتركها قليلا حتى تشحن البطارية أو تشتغل. فهذه الطريقة مشابهة لها، تقوم بتركيب السالب في السالب والموجب في الموجب كما ترى أمامك وتركهم هكذا حتى تشحن. طبعا إذا شعرت بحرارة في البطاريتين فهذا شيء جيد، هذا يعني أن الطاقة بدأت في الانتقال والبطارية التي لم تشغل لنا الكاميرا، وسترى كيف أستطيع التصوير من خلالها. إذا مشاهد الكريم، بعد ترك البطارية لمدة من الوقت، أنصحك بترك مدة طويلة، فكلما طالت المدة كلما كان الشحن قد زاد أكثر. الآن نقوم بنزع الأسلاك وكذلك الشريط اللاصق من على البطارية، ونقوم بتركيبها في الكاميرا. يعني هكذا نقوم بتركيب البطارية هنا. لاحظ معي مشاهدي الكريم، البطارية تشتغل، الكاميرا تشتغل عفوا، والبطارية أيضا قد شحنت وهي أيضا تشتغل. الآن سأقوم بالتصوير كما ترى هنا، كما ترى مشاهدي الكريم، أيضا حتى الفلاش يشتغل مشاهدي الكريم، إذا نأخذ صورة واحنا نصور هكذا. كما ترى مشاهدي الكريم، طريقة سهلة للغاية. هنا أيضا يعني الكاميرا تشتغل 100%، نأخذ سيلفي إذن. شكرا على حسن متابعتكم، رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة توقع علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب، لا تنسى كذلك الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب. الآن بالضغط على زر سبسكرايب الذي يظهر أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك زيارة مدونتنا الرسمية th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.